حيوانات طلبت المساعدة من البشر. في الكثير من الأحيان تتعرض الحيوانات إلى مخاطر عديدة جداً تجعلها في حاجة إلى مساعدة من قبل البشر، ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعض من هذه المخاطر التي تعرض لها الكثير من الحيوانات وكيف استطاعوا طلب المساعدة من البشر. قبل أن نواصل، تأكد من النقر على زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ولتكن من السابقين. سمكة القرش الصغيرة هذه كانت تواجه صعوبة في محاولة العودة إلى المياه مرة أخرى من جديد، وهذا ما دفع هؤلاء الشباب الشجعان على تقديم المساعدة لهذه السمكة المسكينة حتى تمكنوا من إخراجها من هذه المنطقة ووضعها في المياه مرة أخرى من جديد كما هو واضح في هذا المقطع، مما يدل على التصرف اللطيف جداً. تعرض هذا القرد الصغير إلى صدمة كهربائية خطيرة جعلته يفقد الوعي ولم يكن قادراً على السيطرة على نفسه مرة أخرى من جديد، وهذا ما يدفع هؤلاء الشباب إلى محاولة تقديم المساعدة له، والتي استمرت إلى 15 دقيقة بالكامل حتى بالفعل استعاد وعيه في مشهد إنساني جداً. هذا الببغاء كان يواجه صعوبة كبيرة جداً في محاولة المعيشة بصورة طبيعية بسبب أنه تعرض إلى تلف في الفك السفلي له، ولكن استطاعت هذه الطبيبة صناعة فك آخر له حتى يستطيع المعيشة بصورة طبيعية. سمكة القرش هذه كانت تواجه صعوبة كبيرة جداً في العودة إلى المياه، وهذا ما دفع كل السياح والزوار على هذا الشاطئ إلى تقديم المساعدة لهذه السمكة حتى تمكنوا من إعادتها مرة أخرى من جديد بهذه الطريقة. هذا الفيل مع صغاره كان يواجه صعوبة كبيرة جداً في الخروج من هذا المكان، ولكن قامت مجموعة من العمال بتقديم المساعدة له عن طريق القيام بدفعه إلى الأمام بهذا الشكل باستخدام هذا الجهاز الذي ساعد على إنقاذ حياة هذا الفيل وإنقاذ صغاره بطريقة رائعة جداً. قامت أم هذا الحيوان من فصيلة الكوالا بتقديم المساعدة إلى ابنها الذي يبلغ من العمر 3 شهور وأنقذته من أمام هذا القطار، لكنها تعرضت إلى الاصطدام بهذا القطار حتى تمكن مجموعة من العلماء من تقديم المساعدة لها في مشهد مؤثر جداً. لم يستطع هذا الحيوان الخروج من بين الثلج وكان يواجه صعوبة كبيرة جداً، لكن استطاع العلماء تقديم المساعدة له بهذه الطريقة التي ساعدته على الخروج من هذا المكان كما هو واضح أمامك في هذا الفيديو. تعرض هذا الصقر إلى الجفاف بسبب ارتفاع درجة الحرارة وقلة السوائل في جسده حتى استطاعت مجموعة من الأشخاص إلقاء بعض المياه عليه حتى عاد إلى وعيه مرة أخرى من جديد كما هو واضح في هذا الفيديو. هذا الحوت كان يواجه صعوبة كبيرة جداً في محاولة العودة إلى المياه مرة أخرى من جديد بسبب القطع الثلجية التي كانت تحيط به، ولكن قامت مجموعة من العلماء بتقديم المساعدة بهذه الطريقة الرائعة. بسبب هذا الفيضان الخطير كانت الحيوانات تصعد على أسطح المنازل حتى تستطيع تجنب المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها بسبب المياه، ولكنها لم تكن قادرة على العودة إلى الأرض مرة أخرى من جديد، مما دفع العلماء إلى تقديم المساعدة لهم بهذه الطريقة. كانت هذه الدلافين تسبح في هذه المنطقة وكانت تواجه صعوبة في البقاء في هذه المياه، مما دفع هؤلاء الأشخاص إلى النزول في المياه وتشكيل سلسلة بهذا الشكل كي يقوموا بإجبار السمك على السباحة في الجهة الأخرى، وهذا ما حدث بالفعل، مما يؤكد على شجاعة هؤلاء الأشخاص وحسن تصرفهم في سبيل إنقاذ حياة هذه الكائنات البحرية. هذا الشاب كان يتزحلق على الجليد وبعدها اكتشف هذا الحصان الذي كان قد تعرض إلى السقوط وسط كمية كبيرة من الثلج وكان غير قادر على الخروج بمفرده حتى استطاع هذا الشاب تقديم المساعدة بهذه الطريقة.
تعرضت هذه البطة الصغيرة إلى التعلق وسط كمية كبيرة من الثلج، وكانت غير قادرة على الخروج من هذا المكان بمفردها، حتى استطاع هؤلاء الشباب الحفر في الثلج بيديهم، حتى خرجت هذه البطة وعادت إلى المياه مرة أخرى من جديد. هذه السمكة من فصيلة سمكة الحوت القرش، وكانت تواجه صعوبة كبيرة جدا في السباحة من جراء هذه النفايات البلاستيكية التي كانت تجتمع حول جسدها، ولكن استطاعت مجموعة من الغواصين تقديم المساعدة لها بهذه الطريقة المدهشة. كانت هذه الغزالة تحاول التشاجر مع غزالة أخرى، ولكن تعرضت القرون الخاصة بهما إلى التشابك مع بعضها البعض بهذا الشكل، حتى استطاعت مجموعة من الأشخاص تحريرهما من هذا التشابك، مما دفع كل غزالة إلى الجري والهرب بأقصى سرعة ممكنة. هذا الخفاش المسكين تعرض إلى السقوط في المياه، وكان يواجه صعوبة كبيرة جدا في محاولة الخروج منها، لكن هذه الفتاة شجاعة استطاعت تقديم المساعدة له وإنقاذ حياته في آخر لحظة. هذا الطائر علق في الخطاف وخيط الصنارة على فرع الشجرة، وكان غير قادر على الخروج من هذا المكان، حتى استطاع هؤلاء الأشخاص تقديم المساعدة له بهذه الطريقة الإنسانية الرائعة، حتى عاد إلى حياته الطبيعية مرة أخرى من جديد. هذا الطائر المسكين تعرض إلى السقوط في المياه، وكان غير قادر على الطيران مرة أخرى من جديد بسبب أن الريش الخاص به أصبح مبتلاً، وهذا ما ساعد هذا الرجل على تقديم المساعدة له وإخراجه من المياه وتقديم بعض من الطعام، حتى تعرض الريش الخاص به إلى الجفاف المطلوب واستطاع الطيران مرة أخرى من جديد. تعرض هذا السنجاب المسكين إلى الغرق في حمام السباحة، وكان يواجه صعوبة كبيرة في الخروج من هذا المكان، ولكن قام هذا الرجل بتقديم المساعدة له وإنعاش قلبه كما هو واضح في هذا الفيديو الإنساني الجميل جدا. في صحراء الجزائر تعرض هذا الجمل إلى فقدان الوعي بسبب الشعور بالعطش بكمية كبيرة جدا، ولكن لحسن الحظ أنه كان يوجد مجموعة من الأشخاص يمرون من هذا المكان وقاموا بتقديم المياه له كما هو واضح في هذا المشهد. كان يحاول هذا الثعبان القضاء على هذا الكلب، لكن استطاع هؤلاء الأشخاص الشجعان تقديم المساعدة لهذا الكلب وتحريره من قبضة الثعبان الخطيرة بالرغم من الخطورة التي كان يشكلها هذا الثعبان عليه. هؤلاء الفتيات استطعن تقديم المساعدة لهذه السمكة بعد تحريرها من خيط السنارة الذي كان يسبب لها الكثير من المشكلات والآلام. كان يواجه هذا الثعبان خطورة كبيرة جدا في محاولة الخروج من هذا البئر، لكن هذا الرجل الشجاع استطاع تقديم المساعدة له بهذه الطريقة. تعرض هذا العصفور الصغير إلى الحشر في هذا المكان، وكان غير قادر على الخروج بمفرده، حتى استطاع هذا الشاب تقديم المساعدة له، وبعدها استطاع الحصول على حريته مرة أخرى من جديد. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.